كما جرت العادة في موسم الاستياف، وحرصا على توفير الأمن للمصطفين، قامت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في عملية مشتركة مع قوة الأمن الوطني لولاية بجاية بتوقيف نشاط بعض المرافق الفوضوية العشوائية التي أصبحت ملجأ لفئات محددة. الخيمة تادو يديرونجيو، امشي الوالية باد بروبلام، نحيو الخيمة تادو، روح نحينا الخيمة جديدة، ماشي مدينة سياحية، هذه مدينة عار، عار لبجاية، عار لينا، يجيو يخدموا خدمتهم لتحت، يخدموا خدمتهم المخدرات، الدعارة. لا شيء هنا يعلو فوق سلطان القانون، فالمصالح الأمنية لم تتردد في تنفيذ التعليمات رغم تحجج هؤلاء الأشخاص بحصولهم على ضمانات من المصالح البلدية بعيدا عن أي تراخيص يخول لهم قانونا بتنظيم هذه السهرات الليلية. في ترى من دون لي ديزورد فيرسمون ومن بعد ديك فو بيي لورد فيرسمون ليها سبدا لوتوريزاسيون دوما راح تسوي تات ميم سي لو شوم ميم تخلصت لي ديريكت تسوي تات. ويبقى عدم التأطير والتنظيم الكارثي في شواطئ بجاية هو النقطة السوداء في هذا الموسم الاستيافي، وما على البلديات والسلطات الولائية بذل مجهودات أكبر لتنظيم موسم استياف يليق بسمعة هذه الولاية السياحية.